والرابع العناية بالقرآن العظيم الذي هو كتاب السعادة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. وعندما يقول المرء هذا الدعاء مختوما بقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي، لا يليق به أن يقوله ويدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ثم يتبع ذلك بهجر القرآن، بل إذا سأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه يفتح القرآن ويقرأ ويتدبر حتى يكون ربيعا لقلبه. أما أن يبقى القرآن في الرف لا يفتحه ولا ينظر فيه ولا يقرأ ويريد أن يكون ربيعا لقلبه، فيتبع عليه أن يتبع الدعاء بالعمل. وهذه قاعدة مهمة جدا في باب الأدعية، أن المرء إذا دعا الله بشيء يتبعه ببذل السبب، فتتحقق الإعانة ويحصل المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.